السلام عليكم ورحمة الله، كديرين؟ لاباس عليكم؟ أتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. أول حاجة، رمضان مبارك كريم عليكم كامل وعلى جميع الأمة الإسلامية إن شاء الله، اللي يدخل علينا بالخير والربح ويرفع علينا هذا البلاء إن شاء الله. أول حاجة غنبداو فيها هي فلون، أو لا مهم، كاين الناس اللي موالفين كيفطروا كيتسحروا بالفلون، وكاين الناس اللي موالفين كيتسحروا بالدانون، وكاين الناس اللي كيتسحروا بشي حوايج اخرين. مهم، انا من الناس اللي موالفه كنتسحر بالفلون. فاول حاجه غادي نوجدها هي فلون، غادي نوجدها للسحور اللي احنا عندنا غدا رمضان ان شاء الله يوم الثلاثاء، وغادي نوجدها دابا للسحور، وغادي نصور معكم ان شاء الله غدا يوم اول ايام رمضان ان شاء الله. فاول حاجه غنبداو بها هي غادي ندير 3 ديال المعالق على حسب الذوق. عاود راني كندير الكراميل، كنوجد الكراميل هنايا فما تغفلوش عليه الا درتوه. غندير فلون بالكراميل كما قلت لكم، 3 ديال المعالق ديال السكر ولا السكر على حسب الذوق. كاين الناس اللي كيبغيو السكر بزاف، كاين اللي كيبغيو قليل، ما نكثروش حيت غادي يكون الكراميل حتى هو غادي يكون كاين، داكشي علاش ما نكثروش بزاف ديال السكر. غندير في الفلون، استعمل هذا ديال صيفطوه ليا من المغرب، الله يعطيهم الخير، جاء مسافرا، توحشتو داكشي علاش طلبتو. غادي ندير جوج، غادي ندير يمكن كيمشي في نص سيترو، نصف لتر من الحليب كما قلت لكم. ما نساوش الكراميل دائما نحركوه، ونقصوا عليه النار، ما نديروش عليه النار مجهده. فهنايا جوج حبات ديال الفلون، ديروا اي نوع ديال الفلون اللي بغيتو. نحاول نحلك هذا الشيء، هذا النهار بغيت نبداه بالفلون العادي اللي موالفه كناكلو، اللي كنت كناكلو ملي كنت صغيره، بغيت نوالف ان هو اللي ندير به اول نهار، نتسحر به اول يوم. الكراميل تقريبا بدا كيوجد، من بعد غادي نضيف الحليب. مانيش على النار لا والو، راني باقيه طافيه العافيه، ما شعلتش باقي، ما شعلتش حيت ما بغيتش ندير ستريت راسي. اول حاجه كنتلها مع السكر حتى نعس نوجدو مزيان، ديك الساعات ندوزو لحاجه اخرى. هنا راه وجد صافي، غادي نطفي عليه وغادي نجيب المول اللي غادي نعمل. كيما لاحظتوا الكراميل راه وجد، غادي نفرغو في المول اللي غادي نستعمل، المول اللي فضلتو هاد المرة بغيت نديرو طويل، نتوما لكم الاختيار. الفلون ديالي من بعد شي 6 ديال السوايع هكاك في التلاجة كان صافي، شد راسو، قلبتو في التبصيل. كما كتلاحظوا الكراميل متحتاجوش انكم ديروه من تحتو حتى شي حاجة، كيتطلق راسو كيجي فن وبنين. اي ماركه ديال الفلون عندكم تقدروا تستعملوها مع هذا الكراميل، كيجي زويون. وهكذا قدمته. هنا غادي ندوز نصاوب لينيم او السيجار
الخضار والدجاج، انا اختاريت هنايا لي شو والخيز والجزر والبطاطا والبصل، جوج بصلات، واحد البصله غنديرها في الحريره. هاد المقادير كلهم غادي نحكهم ونقليهم مزيان في المقله، ولي شو غادي نقطعو شويه رقيق، وغادي نزيد عليهم من بعد ما نسلق الدجاج غادي نسلقو وغادي نضيفو عليهم. كتجي هاد الوصفه غريبه وزوينه في نفس الوقت، كتجي زوينه في المذاق ديالها. نتمنى انكم تجربوها. معايا درت هنايا لي شو، درت عليهم شويه الملح وشويه ديال الزيت، وغادي نتشحرهم. وراني كنحك الجزر باش نضيفو عليهم. هادي جوج بصلات هنايا، اولا بصله كبيره، حبه البطاطا حتى هي كبيره شويه، ولا على حسب افراد الاسره ديالكم تقيدوش بالعبارات، وتقدروا تضيفوا اي نوع خضار عندكم، يا اما الكوسه ولا عندكم الكوارو حتى هو تقدروا تضيفوه اللي توفر عندكم. وهنا غادي ندوزو للحريره بطريقه اخرى. انا كندير الحريره بجميع الطرق، في ما بان لي شي طريقه كنستعملها، ولكن هاد الطماطم ما كنبدلهاش صراحه الله، كتخرج الحريره حمراء حمراء، كتخرج الحريره يا سلام، يا اما هذه ويا اما هذيك اللي كتكون صحيحه، زعما هذه كتكون شويه مقطعه وكاينه اخرى كتكون صحيحه نفس الثمن. شو بغيت نقول لكم اخر، غادي نضيف هنايا الطماطم، وغادي نشل ديك الطوسه ديال الطماطم، ديك الطاسه ديال الطماطم غادي نشللها بالماء، ونضيف كذلك شويه ديال الماء، غادي نضيف الكرافس والبصل، وغادي نطحنهم وندوز للمرحله الاخرى. كما لاحظتوا معايا هنايا عندي هذيك الحشوه خليتها كتبرد، وراني كنسلق صدر ديال الدجاج اللي من بعد غادي نفرتتو وغادي نضيفو للحشوه. هنايا غادي نفرغ الخليط اللي طحنتو، من الاحسن انكم تطحنوه مزيان باش يجي رطب، ما تجيش الحريره فيها الحبيبات، تجي رطبه. نضيفو عليه شويه ديال الماء، وغادي نضيفو كذلك الحمص اللي كنا نقناه ليله كامله في الماء وقشرته، انا كيعجبني مقشر. وهنايا كذلك العدس منقي ومغسول، وغادي ندوز نقطع واحد شويه ديال الطريفات ديال اللحم، وغادي نضيفهم في الحريره، كيكونوا اختياريين، بغيتو تضيفوهم ضيفوهم، ما بغيتوش ماشي مشكل، ما كيبدلو حتى شي حاجه في الحريره، غير اللي كيفضلهم يديرهم. من بعد غادي ندوزو نديرو العطريه. بالنسبه للعطريه غنضيف معلقه صغيره ما عامرهش ديال التحميره، ومعلقه ديال سكنجبير اولا الزنجبيل، وغادي نضيف كذلك معلقه صغيره
هادو كامل معالق صغار، نصف ملعقه صغيره ديال الابزار ونصف ملعقه صغيره ديال الكركم او الخرقوم فقط. ما غاديش نضيف الملحه وما غاديش نضيف الزيت. هنايا العطريه ديال الحريره اختياري، اللي بغى يزيدها يزيدها، اللي ما بغاهاش يدير كنور، ولا اللي ما تفرطش عنده يدير كنور. من بعد غادي نخليه حتى يسخن يغلى شويه ونسدو عليه ونخليو داك الشيء يطيب. طيب لينا مزيان الحمص والعدس واللحم. هنايا تدخيت شعريه صينيه، ضفت عليها الماء اللي سلقت فيه صدر الدجاج باش تاخذ المذاق ديال صدر ديال الدجاج وتجي بنينه. من بعد صدر هكا من بعد ما تسلق قطعته غير بالموس، قطعته هكا بحال اللي فرتتو. غادي نضيفو على الحشوه وغادي نضيف كذلك شويه ديال القزبور وشويه ديال المعدنوس، قزبور ومعدنوس مخلطين، اللي توفر عندكم ديروه. وغادي نضيف كذلك الشعريه الصينيه من بعد ما فزقناها، واذا كان عندكم صويا صوص يكون احسن. انا ما توفرتش عندي في هذا النهار لذلك ما درتهاش، بصح الا كانت كتعطي مذاق احسن. هذه هي الحشوه ديالنا صافي وجدات، غادي نخلطوها ونخليوها تبرد. من بعد غادي نعمروا بها الورقه ديالنا. عندي هنايا طماطم مصبره، غادي نضيف واحد حتى المعلقات صغيورين على حسب الكميه اللي عندكم ديال الحريره. وغادي نضيف كذلك جوج معالق ديال الطحين، طحين عادي الطحين الابيض، ومع الكميه ديال الماء غادي نخلطهم. وهذه هي اللي غادي ندور بها الحريره. هاي ضفت عليه الزيتون، ما صورتوش ليكم، داك كيبقى اختياري. شنو معكم واحد جوج حبات باش تعرفوا الطريقه وصافي. هاد الورقة خاصها تغطى، ما تخليوهاش عريانة باش ما تيبسش. انا غادي نستمر مع هاد الطريقة ونتلاقاو من بعد. الاول كنضغطو هنا، اول حاجه كنضغطو هذا الداخل كنشدوه ومن بعد كندورو بهذا الشكل. الحمص والعدس طابولينا، دابا غادي نضيفو الخليط ديال الطماطم المصبره والطحين، غادي نضيفهم مع التحريك. نبداو نضيفو هذا مع التحريك. كما كلاحظوا داك الطماطم ديال المعلبه كتعطي واحد اللون احمر للحريره اكثر من الطماطم الفريش.
هاد المرحله غادي نبقاو نحركو بزاف باش ما يتكتلش لينا الطحين. نستناو حتى يغلي وغادي نضيفو الشعريه. باش تعرفوا بلي الطحين طاب لكم كيكون هنايا الطحين باقي كيطلع ابيض، راه باقي ما طاب، غير كيولي هكا كيطلع هكا اللون ديالو كيغمق، هذا دليل انه طاب. في هذه المرحله غادي نضيف الزيت باش ما تلصق ليناش الشعريه مع بعضها. دائما مع التحريك الشعريه دائما نحركوها في الاول باش ما تلصقش لينا. حبوب الشيا كنقلب على السميه لقيتها، غنضيف شويه اي شويه شويه ماشي بزاف. العطريه ديال السلطه، انتم ما توفرتش عندكم ولا ما كتبغيوش تستعملوها تقدروا ديروا الخل والزيت والملحه كافي جدا، وحتى شويه ديال الابزار كاين الناس اللي كيبغيو يضيفوا الابزار، لكم الاختيار. هنايا زدت ندير واحد الكيكه الشنط دغيا دغيا، عندي جوج بيضات ولكن شويه كبارين ال، وعندي كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، واحد يوغوت، واحد دانون يكون مسوس او بالفانيلا اللي حبيتو، وصافي. وغنضيف الطحين او الدقيق، يكون شويه الخليط يجي ثقيل ما يجيش خفيف بحال ديال الكيك، يجي شويه قاسح شاد راسو بحال ديال فطيره التفاح اللي كنت شاركت معكم نفس القوام. صافي هادشي اللي غادي ندير، وغادي نزيد عليها الزبيب وشويه ديال التفاح مقطع وندخلها الفران، كتجي فنيه سلام رائعه.
جربوا فطيرة التفاح، ما تندموش عليها، كتجي كتحمق. المذاق ديالها كيجي خفيف، وداك التفاح ملي كيتعسل كيعطي واحد البنه رائعه. كما شفتوا معايا هنايا، ضفت واحد التفاحه قطعتها مربعات صغيره، وضفت واحد الكمشه ديال الزبيب، وغادي نخلطهم ونديرهم في المول. بالنسبه للسيجار دخلتهم هنا الفران، انا كنفضلهم دائما في الفرن، و الا بغيتو تقليوهم قليوهم، لكم الاختيار. انا كنفضلهم في الفرن، كيجيو زوينين ومقرمشين وطايبين. يا سلام، قدمتهم هنايا مع صلصه حاره، لكم الاختيار تقدمهم مع اي حاجه بغيتوها، ولكن كيجيو زوينين مع الصلصه الحاره. اتمنى انكم جربوهم وبالصحة والراحة، مذاق غريب وكذلك زوين، والحلولة ديالي راها وجدات كنشي. يا سلام، رائعة رائعة، مع دابا انا صايمة شهاتني. المهم ما بقى والو، اللهم تقبل منا ومنكم، الله يجعله في ميزان حسناتنا مقبول يا رب العالمين. وكما كان نقول لكم دائما، ما تنساش انكم ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس وتدعموني. كتفرحوني باللايك ديالكم، خليتكم على خير، وصحة فطوركم. اللهم تقبل منا ومنكم.